بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تأملات في الشهر المريمي، اليوم 18. تأمل في أن مريم العذراء هي أمنا. قال القديس برناردوس إن مريم العذراء المباركة أضحت أمنا منذ اللحظة التي استحقت فيها أن تحمل بابن الله الأزلي، وقد رضيت بتجسد الكلمة في أحشائها الطاهرة، فقد ولدتنا إذن مريم العذراء لحياة النعمة، ولم تلدنا دون أوجاع كما ولدت ابنها البكر يسوع المسيح، فأوجاعها كانت أحزانها الشديدة عند رؤيتها ابنها الإلهي يموت على الصليب لخلاص البشر ومغفرة خطاياهم. وفي تلك الساعة الشديدة الأوجاع والآلام سمعت يسوع ابنها وهو معلق على الصليب ويموت عن الأشرار والفجار، يقيمها أما لجميع البشر بقوله لها وهو يشير إلى تلميذه الحبيب الممثل لجميع المؤمنين: يا امرأة هو ذا ابنك. ثم قال للقديس يوحنا مشيرا إلى العذراء: هذه أمك. وبما أن كلمة الله تستطيع أن تحقق كل ما تعنيه، فقد أصبحت مريم العذراء حقيقة أمنا ونحن أولادها الحقيقيين، وجعل الله في قلبها كل ما للأمهات من الحنو والعطف والرقة على أولادهن، وبنوع سام تجاوز كل حد من حدود العواطف الوالدية البشرية، حتى يمكننا أن نقول بكل صواب إننا لو جمعنا في قلب كل ما للأمهات البشرية من الحنان على أولادهن، فحنان مريم العذراء القديسة على أولادها يتجاوزه بما لا يحد. فيا ما أعظم فرحنا وتعزيتنا بهذا الفكر، وهو أن أم الله هي أمنا أيضا، لأنها بصفتها أم الله لها عليه كل سلطة، وبصفتها أمنا فهي تريد سعادتنا وخلاصنا. إن هذه الأمومة الإلهية والبشرية معا تجعل بين الرب وبيننا بابا أو سبيلا إلى الرحمة. قال بؤسول واعظ الشهيد أن مريم العذراء هي أم الله لتنال لنا ما نشاء، وهي أم البشر لتملح لنا ما نريد. وقال القديس ليغوري إن الأطفال إذا تهددهم خطر نادوا أمهم، ونحن أيضا يجب علينا كالأطفال الالتجاء إلى مريم العذراء لنطلب مساعدتها ونرجوها أن تكون لنا أما على الدوام. كان القديس يوسف كوبرتينو يقول: أمي هي السيدة مريم، وهي وحدها تدبرني. فيا هنيئا لمن يمكنه أن يقول بثقة بنوية إن أمي هي أم يسوع، وأم يسوع هي أمي، وأنا ويسوع لنا أم واحدة. خبر إن عبدة الأحد من دير سيدة الفردوس، إحدى الراهبات برهبانية القديس عبد الأحد، اقتدت بطاعة سيدنا يسوع المسيح، فنالت من العذراء نعما جزيلة
مكافأة لطاعتها. فقد جاء في كتاب حياتها أنها لما كانت صغيرة العمر ظهرت لها مريم القديسة وأوصتها قائلة: عيشي في البيت طائعة لأمك، لأن أباها كان قد توفي. تعاطي مع أهلك باحتراز وتواضع وهدوء، لا تنشئي خصومة ولا فتنة أبدا. أولى لك أن تضعي جمرة نار على فمك من أن تلتفظي بكذبة واحدة. الزمي الصمت كثيرا وتكلمي قليلا، افتحي عينيك لمشاهدة المحاسن السماوية وغمضيها عن الأشياء الدنيوية الباطلة. احذري من أن تلمسي خليقة من الخلائق، بل من أن تنظري إلى نفسك أو أحد أعضائك أو تلمسي جسمك. تحفظي من كل خطيئة، لا تعملي شيئا ما لم تأخذي رضا يسوع أولا لئلا تغلطي. وكانت الفتاة الفاضلة مصغية بشوق ولذة إلى هذه الوصايا، وعزمت أن تعمل بها أصدق العمل. ومكافأة لطاعتها هذه اتخذتها العذراء القديسة ابنة لها، وكانت ترشدها وتعلمها كل مرة التجأت إليها في مشاكلها. إكرام: ثق بمريم ثقة الولد بأمه. نافذة: بيني نفسك أنك أمي يا أم المحبة. آمين. للموتى راحة.
يا إلهي.